وللوقوف على تفاصيل ما حدث للشاب حسن محمد أسود الذي جرى انتزاع اعترافات منه تحت التعذيب وحكم 5 سنوات، ينضم إلينا عبر الهاتف من كركوك والده محمد أسود. أهلا بك سيد محمد، بداية على ماذا استندت المحكمة لتصدر قرارها بسجن نجلكم مدة 6 سنوات؟ أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك. اللهم أستاذ العزيز، يعني حكموا اليوم حكم إجرام، ماكو أي استناد، والقاضي طلب مني 4 شهود. نعم. والأربع شهود ما دز على بس علي، يعني دز الأربع شهود ما دز عليهم. نعم. الشرطة الاتحادية يمكن مهددين السيد القاضي أو الجنائيات. نعم. سيد محمد مهدد يعني نعم. من قبل الشرطة الاتحادية وحكمه 6 سنوات، حكم باطل. نعم. باطلا يعني الحكم باطلا. نعم. سيد محمد، ألم يكلف القاضي لجنة طبية للكشف عما أصاب نجلكم حسن وكيف أن أصابع يده قد بترت؟ ما عنده لجنة، سوينا له لجنة طبية والدكتور هم يخاف. الدكتور مهددينه وقايلين له أنا راح أتحدى الدكتور، قلت له أريد تقرير من المستشفى، قال ما أقدر أعطيك تقرير من المستشفى. نعم. فشكيت بالشغلة، هو مهدد يعني مهدد، وهسه على المحامين بالمحكمة كلهم ما حد راضي، كل الناس اللي سمعت بهذا اليوم بهذا الجريمة جريمة الحكم ما حد راضي أبدا نهائيا. نعم. وأنا أريد شكوى يعني ضد القاضي لحكمه على يا على يا على يا شيء ينتشر هو وحكمه. الشهود عدنا، احتراف ما عنده، وقطعوا أصابع يديه وهسه هو راح للسجن بدون مداراة، وكانت أمه الدارية يوميا صار له 4 أشهر بالمستشفى نصر عليه علاج، واليوم خذوه للسجن، فما حد يداري هسه، وحاله يعني سيئه، وعلينا يعني شغله يعني تعبانه خير. نعم. سيد محمد، اي والله، فهو سيد محمد يعني انا ليش شكوى ضد القاضي. نعم. إذا كنت تسمعني فإنه من المفترض أن الحكومة أوعزت بإعادة التحقيق بقضايا تشوبها الشبهات كما تعلم، أو أن هناك إمكانية بأن الاعترافات قد جرى انتزاعها. يعني أليس ما آل إليه وضع ابنكم يستدعي هكذا إجراء إعادة النظر بالتحقيقات؟ أستاذ العزيز، هم قايلين إحنا إذا ما نحكموا يحاكمونا الضباط مالتنا، هم مسوين هذا الشغلة، والقاضي سوى شغله طلعهم الكفاله واشتغلوا ضدنا، والحكومه هسه عليهم فاشتغلوا ضدنا على القاضي لانه يحكمون حتى هم يتمخلصون من الشغله. نعم. حتى ما ينحكمون القاضي، واكو ضابط قال انا اجيب 2 اخليهم يحلفون كلام الله يشرفون عليه، واليوم جابوهم 2 كذبوهم وجايبين بكس بالقوه يعني يجون من نزع اعترافات بالقوه، وصاحوا اسمائهم واني اعرفهم دول 2، صاحوا اسمائهم بدون ما يحضرون. نعم. فلان فلان وفلان ابن فلان بدون حضور. انا اعرفهم وعرف الضابط اللي هو مسولف، قايل انا لازم ارجع ربعي من الشرطه الاتحاديه من استخبارات الشرطه الفرقه الخامسه. نعم. الفرقه الاليه. العفو. الى السؤال الاخير سيد محمد، يعني بعد صدور قرار باعتقال او بسجن نجلكم محمد 5 سنوات، ما الذي تنوون أن تفعلوه بعد صدور هذا القرار؟ إلى من ستتوجهون؟ تفضل. والله نتوجه للحكومة، نتوجه الناشد القنوات، الناشد الصحافة بهذا الجريمة، ومو 5 سنوات أستاذ العزيز، 6 سنوات حكموه، وعنده هسه 5 أطفال هسه جايشون يلمون حديد تايبيعون تايعيشون، وظلوا جهال وزوجته مثل اليتامى، وهو دينه مقطع عصير شون على موت حاله، يقولون منه داري بالسجن، منه داري هسه عمه كانت يوميا داري او زوجته يوميا وديها داري بالمستشفى. نعم. فهسه شون بحاله، وحاله سيء نوبه، وراح للسجن منه داري بالسجن. من كركوك. واحنا نريد القاضي، نريد الصادق القاضي على يا استناد حكمه، يعني على سمعته شنو وشنو هم الشهود، والشهود تجيبهم قدامنا يحلفون كلام الله انه هو عنده شغلات احنا ما نقبل، الشهود ما جايين، وانا جبت له 4 شهود ما قبل بس واحد. نعم.
شكرا جزيلا لك. والد الشاب حسن محمد أسود المحكوم مؤخرا بالسجن 6 سنوات بعد تعرضه للتعذيب، السيد محمد أسود، شكرا جزيلا لك.